شاء الله تنبسطوا عنا. نورتوا. واخيرا وصلوا اغلى اثنين على قلبي، وكمان يا ابي هن متصاهرين واجوا يحضروا عرسي سوا ومتصالحين. مرحبا بالشباب، والله فرحتوني. أهلين فيك خليل أغا. أهلا وسهلا. أهلين فيك خليل أغا. تحياتي من كفاجة. وعليكم السلام. تفضلوا. تفضلوا. تفضل. كنعان. راجع لكم. اللي أبي. فهمني شبه هاد مراد، ليش هيك عم برفيقه حسين؟ ليش شو صار؟ عم تسأل شو صار؟ ما انتبهت يعني؟ حج قوموش أغلو عطى الطبار ربع ليرة، بس مراد عطاه أكثر من هيك. هذا الشيء اللي عمله عيب، مو من عاداتنا هالحركات. لك أحرج صهره قدامنا. هنن كل عمرهم هيك، بس أنت مو متعود. مستحيل يمرق شيء بيناتهم ببساطة. في هيك شيء بيناتهم؟ فهمني كيف زبطت معهم هدول؟ شو هالرفقة هي؟ ايه بابا هنن هيك، تتعود عليهم. لا ما عجبني هالشي كنعان، عيب على مراد، ما حلوة ابدا. انا هلأ قررت شي، حسين رح يعلم بداية العرس. لا يا بابا لا تعمل هيك، نقي حدا تاني. انا هون ابو للعريس وبحق لي اختار على كيفي، لا تتدخل. حسين ابني قوم معي، تفضل لعندي على الساحة بكل هيبتك وطولك، وسمعنا بصوتك العالي أعلن للحاضرين والمعازيم إنه العرس رح يبلش. طبعا يا خليل آغا بشرفني. يا الله ولا يهمك، عرضية حادث بسيط. تعال يا ابني حسين، خلينا نفوت لجوا والخدم رح يعطوك طقم جديد بداله. لا ما في داعي، خليني أعلن بداية العرس بالأول. لا ما بقبل، ما رح تطلع هيك قدام الحاضرين. تعال يلا تعال. بس لا تنسى إنه أبي كل عمره كبير الضيعة. شو صار لك؟ ليش هيك خرست؟ ظاهر هلا ما عاد عندك شي تحكي. أنا هون ابن الآغا، عم تفهم؟ لا تضل فاتح تمك مثل الغبي. وين صوت الطبل؟ ليش ما حدا عم يعزف؟ فهموني ليش ما بلش الحفل لهلا؟ نحن ناطرين الحج قوموش آغا لحتى نبلش. اسمعوا يا حاضرين، يا عازفين الطبول، يلا يلا فيكن تبلشوا، بلشوا عزف، يلا تبلش الحفلة. يلا بلش، يلا بلشوا، شو ناطرين لسه؟ وقف، مين سمح لك تعزف وتبلش؟ مين سمح لكم انه تبلشوا؟ انا سمحت لهم، انا يلي بلشت العرس. معقول تتصرف هيك مراد؟ لا تقول لكم، بدي اسالك كيف لازم اتصرف. مين انت مراد؟ عيب عليك هالحكي. بدي اتعلم منك الذوق يعني؟ بس مراد. حسين اهدوا شوي، شبكون شوف وضعنا، شوف هالفضيحة اللي عملها مراد بحفلة عرسك. انت غرت اكيد، غرت لانه خلوني افتتح هاي الحفلة. وليش لحتى غار منك انت؟ طلع الحكي صح، عز الاغا بيبين بالاعراس، انت اصلا مو زلمة لتكون اغا. لك انت يلي مانك زلمة، لو انك زلمة ما بترضى انه يكم ايه كملها، كمل جملتك يلا.
احكي مراد، عم اسألك. انا اثبتت اني زلمي، ما قللت احترام ابدا، اثبتت اني بكون حشقه موش اغلو. اذا رح يتذكروك انك الاغا معناها يتذكر دائما اني القاتل مراد. هذا مراد صاحب عليه يخرب بيته. يا ربي دخلي لك شو؟ لا لا لا، لك انت شو عملت؟ ليش هيك عملت مراد؟ قتل صهره الله يوفقه. لا حول ولا قوة الا بالله. ربي دخلي لك شو هاد؟ لا حول. شو هاد اللي شفناه؟ الله لا يعطيك العافية. لك قتل بدمه. هذا بيعمل عملتك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.